سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل اقتراح رموز الإيموجي. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارات العامة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط المفاتيح، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اقتراح رموز الإيموجي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. أراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.